السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات أصم للطبخ. اليوم هنقدم لكم مشروب البتراف اللي غني بالفيتامينات وعنده فايدة كبيرة لجسم الإنسان بالأخص اللي عندهم فقر الدم. عندنا حبة البتراف تكون كبيرة وغليناها، حبة بتراف كبيرة وغلينا. هذا هو البتراف اللي ما يعرفوش البونجر باللغة العربية. عندنا هنا حبة البنان، وعندي حبة الخارص كون نقيناها كذلك، وعندي كمية السكر اللي راح نزيد به يعني الحلاوة حسب الذوق. عندي هنا نصف ريتلا نتاع حليب، ونشوف الكثافة تاعو ونزيدو الحليب. انا كلالي حوالي لتر تاع حليب، وراح نرحيهم ونوريكم الخليط. بسم الله ما شاء الله، هذا هو عصير تاع عصير البتراف غني بالفيتامينات وبزاف بنين وهايل، بالاخص كدنا له حبه تاع القارص والحبه تاع البنان تنحت له ريحه البتراف اللي فيه، وبنين بنين ولا اروع، بالاخص انه فيه فايده عظيمه ومليح مليح بزاف بزاف لاصحاب فقر الدم اللي عندهم الانيميا. ننصحكم تبارطاجي الفيديو لحبابكم واصحابكم والناس كامل اللي تحبوهم، عرفوهم بهذا العصير والفايده الكبيره اللي فيه. وراني خليت لكم اخر الفيديو صور مكتوب فيها الفايده العظيمه لهذا العصير للبتراف. ننصح كذلك ما تنسوش تهبطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والاعجاب والتعليقات تاعكم الشابين ان شاء الله. ما تنسوش كذلك بدعوه الخير وتهلاو في روحتكم. سلام.